طبعا كلنا متابعين ومراقبين للأحوال اللي بتمر بها بلادنا، الأحوال كلها، إذا كانت أحوال صحية، أحوال اقتصادية، وأحوال سياسية. وكلنا لاحظنا في الفترة السابقة أو في الشهرين أو الثلاثة المضوا كمية المخاطر اللي كلها أصبحت في وقت واحد بتواجه السودان. نحن طبعا يا إخوة في قيادة القوات المسلحة وفي قيادة الأجهزة الأمنية تعهدنا وتواسغنا من أول يوم في التغيير ده مع القوى السياسية الموجودة اللي كانت تمثلها قوى إعلان الحرية والتغيير. نحن عندنا عهد معاهم وعهدنا دائما الشعب السوداني، كلنا التزمنا بهذا العهد والتزمنا باسمكم أنتم جميعا، أنتم في المنظومة الأمنية والعسكرية، لأنه أنتم الوحدات الأمنية الآنية دي الحاضرة هسي قدامنا دي هي صمام الأمان لهذا البلد، وهي الحافز لوحدته، وهي الضامن لاستقرار شعبه. نحن هسي اجتماعنا ده القصد منه أنه نحن نوصل رسائل في بريد كل من يشكك في أنه هنالك الخلافات بين القوات، رسائل في بريد كل من يشكك في أنه كل واحدة من الأجهزة الأمنية شغالة براها، رسائل في بريد من يشكك في أنه انحياز الأجهزة الأمنية ناقص للثورة، رسائل في بريد من يشكك أنه نحن ما على قلب رجل واحد. نحن نؤكد للشعب السوداني ونؤكد لكل منسوبينا في كل القوات النظامية أنه نحن على عهدنا مع الشعب السوداني، نحن واجبنا في المقام الأول أنه نحمي هذه البلاد، نحمي هذه البلاد بكل ما فيها، بكل مكوناتها، بكل أطيافها، بكل فئات شعبها، بكل حدودها. ده واجبنا نحن اللي كلنا التزمنا وتعهدنا وكلنا حلفين عليه، وكلنا كأجهزة نظامية انضوينا تحت لواء الوحدات الأمنية، كلنا حلفنا، كلنا عندنا قسم في أعناقنا تجاه هذا السودان، عندنا قسم في أعناقنا تجاه المحافظة على تماسك ووحدة السودان. نحن شايفين في الأيام الأخيرة كثير من الأقاويل، كثير من الإشاعات اللي بتشكك بيننا وبتزعى في أن تزرع الفتنة وتزرع الشقاق بيننا، ودائرة تصرفنا عن أهدافنا الأساسية، وفعلا كثير منا نجح بأن يصرفنا عن هدفنا الأساسي. نحن شايفين الأزمات اللي بتمر بها البلاد كلها أزمات نحن يمكن أن نشارك مشاركة إيجابية في أن نحلها. شايفين كثير من الأمور اللي نحن ممكن نعملها، ممكن نعمل فيها عمل إيجابي يستفيد منه الشعب السوداني. نحن لما نخدم بنخدم الشعب السوداني، أي خدمة نقدمها ما عندنا ولا لجهة سياسية، ما عندنا ولا لحزب، ما عندنا ولا لطائفة، ما عندنا ولا لأي جهة، ولانا في الأول والأخير للسودان، ولانا في الأول والأخير للقسم اللي احنا كلنا أديناه عشان نحمي به السودان ونحمي به شعب السودان. نحن رسائلنا دي دارينا تصل لكل زول، أنه والله القوات النظامية الآن كلها عند كلمتها وكلها عند عهدها، ما فيها زول متراجع عن عهده، ولا فيها زول متخاذل عن أداء أمانته، ولا فيها مزول عنده شك أو فيها زول عنده عداوة مع أي شق من أشكال أو من مكونات المنظومة الأمنية. نحن طبعا بنأكد أنه عندنا أدوار كبيرة جدا يجب أن نلعبها في هذه المرحلة. صحيح عندنا طوارئ اقتصادية، عندنا طوارئ صحية، عندنا طوارئ أمنية، لكلها حاجات نحن كلنا أعلنا لها نفرات، نحن دارين نشارك في هذه النفرات، دارين نشارك في النفرة الاقتصادية بأننا نقفل المنافذ، نقفل المعابر، ما نخلي كل زول نفسه سولت له أنه يلعب بقوة الشعب السوداني ويتلاعب بقوة الشعب السوداني. نحن شايفين الضايقة اللي عايشين فيها أهلنا، وشايفين المعاناة اللي بيعانوها، يجب أن نحن نسند هذا العمل، نسند اللجنة أو نسند الطوارئ الاقتصادية بأننا نحافظ على
مهامنا أساسا نحن جزء كبير منها قد نكون مأدينه بصورة دارين فيها جهد مضاعف وجهد زيادة. الطوارئ الصحية عندنا فيها واجبات أيضا لا تقل أهمية عن الطوارئ الاقتصادية. واجبنا أن نوعي منسوبينا نلتزم بالتعليمات الصحية اللي بتجينا. واجبنا أن ندعم هذه لجنة الطوارئ الاقتصادية. أما الشق الرئيسي وحقنا الأساسي ودورنا اللي هو الشق الأمني، الشيء المتعلق بالأمن، نحن كقوات نظامية لن نسمح لأي جهة سياسية أنها تتغلغل بيناتنا، وده واحدة من مكونات أو واحدة من أهداف أو واحدة من الأسس الرئيسية اللي بتبنى عليها القوات النظامية. قوات دي قوات قومية، القوات دي قوات ما عندها انتماءات سياسية، جوا ما فيها أي تحزب، ما فيها أي تعنصر، ما فيها أي جهوي، ما فيها كل الأمور اللي بتدعو للفرقة واللي بتدعو للشتات. نحن قواتنا دي بعيدة عنها ويجب أن نحافظ أن تكون بعيدة منا، ما نسمح بأن يصنفوا أي جهة تصنيف معين، ما دارين أي تصنيفات داخل قواتنا، دارين نأبيها من التصنيفات، دارين تظل هي قوات قومية، هي قوات بتحمي السودان، هي قوات شغالة من أجل السودان، هي قوات هدفها وهمها حماية السودان. نحن هسي اجتماعنا ده زي ما قلت قاصدين منه أنه نحن نوصل هذه الرسائل ونضعها في بريد الناس اللي بيتكلموا الآن صرفونا أو بيحاولوا يصرفونا عن واجبنا الأساسي بأنه يستعدونا نحن في بعض. كلهم ناس شغالين في هذا الأمر ما عندهم هدف واحد، ما عندهم إلا هدف واحد، أنه يفتتوا وحدة السودان، أنه يشتتوا جهود هذه القوات التي يجب أن تعمل مجتمعة عشان تحمي حدود الدولة، يجب تعمل مجتمع عشان تكافح التهريب، تعمل مجتمع عشان تثبت الأمن الداخلي، تعمل مجتمع عشان تثبت الأمن الاقتصادي، تعمل مجتمع عشان تثبت الأمن الصحي. ده واجباتنا الأساسية. الأمن الوطني عنده ركائز كلنا يجب أن نشارك في أننا نبنيها، نشارك في أننا نحميها، نشارك في أننا نضع لها الأسس الصحيحة. نحن دايرين نشتغل في الأمن كلنا موحدين، دايرين نشتغل في مكافحة الظواهر السالبة كلنا موحدين، دايرين نشتغل في مكافحة التهريب كلنا موحدين، دايرين نشتغل في حماية أمننا في مطاراتنا في منافذنا في مخارج الدولة كلنا موحدين، دايرين نشترك في حماية حدودنا كلنا موحدين، دايرين نحمي مواطنيننا كلنا موحدين، مواطنين بنحميهم والسودان بنحميه بوحدتنا، بنحميه بتماسكنا مع بعض، بنحميه بأننا كلنا نعمل على قلب رجل واحد، كلنا ما عندنا أي جهة عندنا ولا لها غير السودان كما ذكرت في بداية الحديث. خدتوا في بالكم الكلام ده كلهم أنه نحن أصلا متعهدين وتوازغين بيننا، ما عندنا هدف ولا عندنا هم غير أننا نحمي السودان، وكلنا متعهدين وتوازغين بأنه أي زول عنده أي رغبة أنه النظام السابق يعود نحن ضده ولا حنسمح له ولا حنقف معه ولا حنقل زول اسمح بأن النظام الثاني يرجع طالما إحنا قاعدين واقفين، وده هدفنا اللي وثقنا عليه مع الشعب السوداني. الشعب السوداني هو صاحب الإرادة، الشعب السوداني هو صاحب الرأي، الشعب السوداني هو صاحب الحق، لأنه هو من يملي على علينا إحنا ذاتنا. هسي إحنا ذاتنا أملى علينا الشعب السوداني فأننا نقيف هذا الموقف بأنه جانا هنا قدام القيادة ونحن مشينا معاه في رغبته. نحن ما بنتراجع عن المضي قدما في رغبة الشعب السوداني. هذا التراضي مع الشعب السوداني ومع مكوناته بيوجب علينا أن نحن نوفي له ببعض الالتزامات اللي نحن بنقدر عليها. يجب أن نسنده في أننا نقف معه. نحن شايفين الناس عندهم ضوائق زي ما ذكرت كثيرة، كلنا يجب أن نحن نقف مع هذا الشعب في أن نحن نحليه وضوائقه. أي دول عندنا بيقدر يقدم، بيقدر يساعد، بيقدر يسند، بيقدر يعمل، يجب أنه يعمل، يجب أنه يسند. أنه نحن كمنظومة أمنية كلنا شغالين مع بعض، كلنا على قلب رجل واحد، كلنا واقفين مع إرادة الشعب السوداني، كلنا واقفين مع أهداف الشعب السوداني، كلنا دارين نسند الشعب السوداني، كلنا دارين نخفف على الشعب السوداني. كل زول في مجاله، وأنا في الشرطة وأنا في جهاز الأمن، كلهم ديل هم أكثر ناس عندهم علاقة وثيقة بالمواطنين. ديل مطلوب منهم أيضا الكثير، مطلوب منهم الإخلاص في تقديم الخدمة، مطلوب منهم الإخلاص في مراقبة واجباتهم. نحن سمعنا بمباحث التموين وبقوة المكافحة الموجودة في الجمارك وبقوات القوات المختلفة اللي عندها التصاق كبير بالمواطنين.
نحن دارينهم كل دول يخلص في مجاله، كل دول يؤدي بأمانة، يؤدي بإخلاص، يؤدي بتفاني. يخوض في باله نحن في القيادة ما عندنا أي أدنى شك في أن نحن والله داعمين الشعب السوداني، واقفين مع الشعب السوداني، وساندين للشعب السوداني. كلنا موجودين في الأحياء، موجودين في السكن، في مع الناس الآخرين، دارين نوصل لهم الرسالة دي، أن القوات النظامية على قلب رجل واحد كلها. قوات النظامية كلها يد واحدة، قوات النظامية كلها هدفها واحد. نحن كلنا هدفنا أنه نحمي السودان من أنه يحصل فيه تمزق، كلنا هدفنا وهمنا أنه نحمي السودان من أنه يحصل فيه انهيار، كلنا هدفنا أنه نحمي السودان ما تحصل فيه حرب أهلية. تاريخ لن ينسى، وسيسجل لكم هذه المواقف وسيحفظها لكم. الشعب السوداني شعب يستحق أنه نحن كلنا نضحي من أجله، كلنا نقيف معاه، كلنا نسنده. ده واجبنا في هذه المرحلة الصعيبة والدقيقة اللي بتمر بها بلادنا. نحن الآن مشاكل اقتصادية، المواطنين الموجودين معانا في الأحياء دارين مننا مساندة، المساكين والفقراء في والناس اللي ما عندهم مشاكل في ظل الحظر وفي ظل الظروف الاقتصادية وفي ظل الظروف الصحية دارين مننا مساعدة، دارين مننا نقيف معاهم. بنقدر نقيف معاهم بحقنا، بيدنا، بمساعدتنا، ما عندنا مانع. ما بنقدر على الشيء، نقيف معاهم بأدائنا لواجبنا، نقيف معاهم بأدائنا لواجبنا بمراقبة أعمالنا والقيام بها بالوجه المطلوب. منافذ التهريب زي ما ذكرت قبل، مطارات، مطار ده جزء كبير من مشاكل اقتصادية، جزء كبير منها سبب هذا المطار. منافذ بتاعت الحدود البرة، ان احنا كلنا كانت عندنا قوات زمان مشتركة، كانت عندنا دوريات شغالة فيها وتضبط يوميا ضغطيات. برضو مراقبة الحدود دي بتوقينا شرحيات كثيرة جدا. نحن برضو دي فرصة ان نحيي كل قواتنا وكل ناسنا المنسوبيننا القاعدين الان برة في كل بقاع السودان نيابة عننا، موجودين خارج السودان نيابة عننا، بيأدوا في الواجبة في الواجبات والمهام اللي ذكرناها دي، حارسين الحدود وحارسين الثغور ودافعوا عن السودان، ويقبضوا في المهربين، ويقبضوا في تجار البشر، ويقبضوا في مهربين الناس الايام دي عندنا تهريب بتاع بشر جديد، الناس المحظورين برا في برا السودان كلهم بيأتوا عن طريق مهربي البشر. نحن دي فرصة برضه نصد للناس دي، لأنه هم نفس الناس اللي بيهربوا البشر زمان هسه بيهربوا الناس السودانيين الموجودين برا. دي فرصة أنه نحن نقضي عليهم. أيضا شغل اللجنة الاقتصادية الموجودة الداخلين فرصة أنه نقضي على تجار السوق السوداء، نقضي بها على الجشع. دي فرص أتيحت لنا أنه نحن نصحح بها المسار، نضع بها كثير من النقاط في حروفها، نضع بها كثير من الأمور في طريقة صحيح أو في نصابها أو في المسار حقها الفعلا انشئت من اجله. نحن في حدودنا الشرقيه زي ما ذكرت مفاوضاتنا شقاله مع الجماعه ديل، وان شاء الله ان شاء الله نقدر نصل فيها لتسويه سلميه بدون ما في دول يرفع بندقيه. عندنا كثير من المشاكل الاخرى، مشاكل مع جيراننا الثانيين، برضه ساعين في ان نحلها بالطرق الدبلوماسيه والله بالطرق السياسيه. لكن نحن دارين رسائل دي تصل للعساكر، للمنسوبين، للضباط الاصاغر، للقاده، أنه ما تستمعوا للإشاعات المغرضة. ما كل زول يحمر، والله كل زول يشيل، والله كل زول يخط في قلبه للزول التاني. إحنا هنا فوق والله متحدين متوافقين وشغالين كلنا بنفس واحد وعلى قلب رجل واحد، وما عندنا هم غير أنه نحافظ على تماسك هذه القوات، نحافظ على تماسك الشعب السوداني، نحافظ على وحدة الشعب السوداني، نحافظ على أمن الشعب السوداني وعلى مكتسبات الثورة. الثورة دي نحن كلنا رضينا وكتبنا تعهد وكتبنا وثيقة بأخواننا في غوغان الحرية والتغيير أنه والله إحنا شركاء فيها. نحن شراكتنا دي حتى الآن ما قلنا فضيناها ولا قلنا إحنا حنفضها، نحن ملتزمين بها، وكلنا كأجهزة أمنية وكلنا كقوات مكونات عسكريه ملتزمين بهذه الشراكه وسنمضي فيها حتى نهايتها. المضي فيها هذا زي ما ذكرت نحن حنوفي بالتبعات حقته، ونظل وفيين لشعبنا، ونظل وفيين لكل التزاماتنا اذا كانت محليه او اقليميه او دوليه. الظرف الراهن حتم انه نحن الرسائل دي دارينها تصل عبركم لكل زول موجود تحت قيادتكم، دارينها تصل ايضا للشعب السوداني اللي بيتكلم فيه ناس زي ما ذكرت ناس ما عندهم هم ولا عندهم هدف غير انه والله تحصل وقيعه بين الناس والبلد تتفرتك او تتشتت او يحصل فيها ما لا يحمد عقباه. تحيه لكم والتحيه لمنسوبيكم في كل مكان، والتحيه لاخواننا في القوى السياسيه، القوى الوطنيه، القوى الحادبه على مصلحه وامن هذا الوطن. كل مواطن شريف بكافح من اجل انه يبعد الوباء عن بلده ويبعد
الغلاء عن بلده ويبعد عنه كل شيء، نحن نقيف معاه ونسنده وندعمه لغاية ما نعبر ببلدنا لبر الأمان.